مساء الخير، بنرحب كل مشاهدينا على قناة الكرمة، بنرحب بكم من جمعية خلاص النفوس الصبرة. نصلي في قلوبنا ان الرب يدينا وقت طيب، وقت ممتع، وقت بنفرح في الرب في ايام صعبة. لكن وعد الرب لنا افرحوا كل حين، واقول ايضا افرحوا، لا ينزع احد فرحكم منكم. خلينا نبدأ اجتماعنا بمزمور يطمن قلوبنا في أيام صعبة، أيام مليئة بالأسام والدقات والحروب. مزمور 91: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد، من وباء الخطر. بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وبا يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسكت عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إليك لا يقرب. وإنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك. لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك كي يحفظوك في كل طرقك. على الأيدي يحملولك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والسل تطأ، الشبل والثعبان تدوس. لأنه من تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه رعى في اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وري خلاصي. لأنه مهما كان الحالة هتقدر يلي بتشق البحور، ومهما كان على الأرض ظلمة، لكن السماء مليان نور. كنت قريت المزمور، لكن الأيام دي محتاجين الكلمة الحلوة: إليك لا يقرب، إليك لا يقرب، إليك لا يقرب. لبلدنا وحدود بلدنا وحماية بلدنا ما زالت الصلوات والصرخات مرفوعة إن الرب يقول كلمته في هذا الأمر. خلينا قبل ما نرنم نصلي كده ونطلب مجد الرب في وسطنا في هذه الليلة. نقول يا رب احنا بنشكرك ونعظمك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. جاي نكسو عند قدميك في أمسية، في يا رب تطمن قلوبنا، تشجعنا، تشددنا، تثبت كل أيادي مرتخية وكل رقب مرتعشة جوانا، واثقين في صلاحك أنك أنت العلي المتسلط في مملكة الناس. شكرا ليك يا رب لأنه في خير ورحمة بيتبعننا كل أيام حياتنا. نشكرك لأنك راعي صالح أمين، بترعانا بكمال قلبك وبمهارة يديك بتهدينا. جايين على وعدك الصادق والأمين، حيثما اجتمع أثنين أو ثلاثة هناك باسمي أنا أكون في الوسط. نشكرك لأن حضورك واضح في وسطينا يا رب، تفرح قلوبنا وتهدي كل انزعاج، كل توتر، كل مخاوف جوانا يا رب، لأنك وعدك لينا: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. املانا من محبتك واملانا من برك، كحل عينينا بهذا المشهد بالمدينة السماوية يا رب، واملانا من برك واملانا من قدستك. زرنا زيارة في هذه الأيام، افتقد بيوتنا، افتقد شبابنا وبناتنا في الأيام الصعبة. العالم سحبهم والميديا سحبتهم يا سيد، لكن تقدر تغير، تفك من قبضة إبليس يا رب، تقدر تحرر، تقدر تشفي، تزور كل حد يا رب. النهاردة مكتوب عنك: وسمع إنه في بيت. زيارة لكل حد مريض، لكل حد متألم، لكل حد مليان وجع، لكل حد شعر إنه لوحده، لكن انت مكتوب عنك صديق ألزق من الأخ يا رب.
سدد كل احتياجات بحسب غناك في المجد، انه مكتوب عنك فيملأ الهي كل احتياج. ادينا يا رب وقت في نكرمك نخدمك النهارده، في يا رب فعلا فعلا نقدم اجسادنا ذبيحه حيه لجلالك. تعالجنا من خلال التسبيح، من خلال الصلاه، من خلال كلمتك الحيه الفعاله، من امضى كل سيف زاح الدين يا رب. هدي كل انزعاج، كل اضطراب جوانا يا رب، احصرنا في الروح، احصرنا في الروح يا رب. استأثر كل افكارنا لطاعتك ولحضورك الوقت اللي جاي. نقول لك انا لك، انا لك، انا لك ولا غيرك لن اكون كل ايام حياتنا. بارك يا رب لاخواتي المسيحيين امامك يا رب. اوصل كل حد يا رب منعته الظروف النهارده ما قدرش يحضر معانا. عالج الكل في رحمتك ومحبتك، وادينا وقت طيب يا رب. فين نرنم لك؟ فين نصلي لك؟ فين نسمع صوتك في هذه الليله؟ منتظرينك يا سيد، ولا خاب ابدا رجاء منتظروك. ونشكرك 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 لانك بتسمع وتستجيب لكل المجد. لينا وقت نفرح ونرنم بالرب الموجود في وسطينا من خلال اخونا الاخ الغالي على قلوبنا، اخونا جورج جرجس. نصلي في قلوبنا ان الرب يديله ترانيم ممسوحه بالروح القدس. مساء الخير، مساء البركة. يا رب كل أيامكم خير في المسيح يسوع. قولوا أمين. وجوهكم تلمع لأن احنا جايين نجابل الرب العظيم اللي مكتوب عنه كده، أمامه الشبع سرور وفي يمينه نعم. يمكن زي ما كان بيصلي الفاضل، احنا الناس مضطربة وناس تعبانة، بس الشاطر اللي يجي في الوقت ده يتمسك في الرب ويمسك في الرب إلهنا العظيم. أمين. المزمور اللي احنا كنا بنقراه عدد 14، لأنه تعلق بي مش بالظروف ولا بالأحداث لكن بالرب وحده. لأنه تعلق بي يعمل ايه؟ ينجيه ورفعه لأنه عرف اسمي. لو جاي النهاردة مضطرب، لو جاي تعبان، سدك في حضور الرب يطلعك من هنا وانت شايل بركة، زي ما قال الكتاب يحملون بركة منين؟ من عند الرب. أمين. فرحان ومسرور ان انا معاكم. اشكر رب لاجل المكان الغالي جدا على قلبي اللي في كل مره رب بيشرفني في الخدمه فيه. رب يرفع رؤوسنا واحنا بنعبده وبنتلذذ بتسبيحات الرب هذه الليله. امين يا شعب الرب. نفسي في البدايه ارفع ايدك وانت بتقول معايا الكلمات دي. نحن نعلن حضور يسوع، هو امس واليوم والى الابد. تعالوا نعلن سلامه، تعالوا نعلن شخصه، نحن نعلن النهاردة احتياجنا لي لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد. نحن نعلن حضور يسوع، نعلن حضور يسوع، هو أمس واليوم وإلى الأبد. نحن نعلن سلطان يسوع، نعلن سلطان يسوع، هو أمس واليوم وإلى أبدي. نعلن تحرير، نحن نعلن تحرير يسوع، نعلن تحرير، هو أمس، هو أمس واليوم وإلى الأبد. أعلن شفاء يسوع، هو
على أرضنا. نحن نعلن سلام يسوع، نعلن سلام يسوع، هو أمس واليوم وإلى ارفع ايدك قول معايا تحرير. نحن نعلن تحرير يسوع، نعلن تحرير يسوع، هو أمس واليوم وإلى الأبد. هو أمس واليوم وإلى الأبد. ما أحلى حضورك يا ربي، ما أبهى جمالك يسوع. قول معايا ما أحلى، ما أحلى حضورك ربي. حضورك حلو يا سيدي، ما أبهى جمالك يسوع. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. أعبدك، قول معايا أسجد، أسجد لك الروح الليلة. نعبدك، أعبدك، أرفع سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك يسوع. واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. بحبك املأني الآن بفيض روحك. مريض أنا بحبك، املأني الآن بفيض روحك. ترفع ايدك للسماء وتقول اسجد لك بالروح وبالحال. What?
قوي ونعظم والثالين يعلنوا التاني مع الشكر والتسبيح. السلام. إن كان العالم يكاد على صفيح ساخن بس إحنا لينا رب عظيم وإله عظيم. هو قال كده سلامي أترك سلامي أعمل إيه؟ مش زي ما بيدي العالم، لا العالم ما بيديه السلام. إن كان العالم بيدي فرح لكن فرح ماله مؤقت، وزي ما قال الكتاب إن فرح الفاجر للحظة. بس لو جيت النهاردة احتميت في اللي كنا بنجرى عنه في ستر العلي هتعيش دايما في سلام. اسمع الرسول بولس يقول لنا رسالة الفرح يلي جاي منزعج وجاي خايف وجاي عايل الهم، رسالة الفرح من قلب الألم من قلب السجن. يقول ايه؟ حد فاكر؟ افرحوا في الرب كل حين. حتى وانت بتسمعنا دلوقتي لو انت فقدت الفرح وفقدت السلام، في المسيح إله اللي انا بعبده كل السلام. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا فرحك الحقيقي مش في الجيب ولا في الصحة ولا في العمارة، لكن فرحك الحقيقي في إله العظيم اللي مكتوب عنه اللي كنا بنرنم عنه من شوية ان هو امس واليوم وإلى الأبد. عشان كده نفسي أرنم معاكم وأنا مطمن وأنا متشدد وأنا متشجع. اوعى تخاف من الليل وظلامه، اوعى تخاف من الليل. هيعمل ايه الرب؟ أنا هستر عمرك وأيامه، أنا هحمل وهشيل. اوعى تخاف من الليل أو من سهل. يسترفع ايدك كده تقول أنا مطمن لأن يسوع معايا، مطمن لأن يسوع معايا. اوعى تخاف من الليل وظلامه، اوعى تخاف من الليل، انا هستر عمرك وايامه، انا هحمل وهشيل. اوعى تخاف من الليل وظلامه، اوعى تخاف من الليل، انا هستر عمرك وايامه، انا هحمل وهشيل. يلا رنم معاك.
بفارقني معاك. علي صوتك قول معاك مسيحي خلي. مش بفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري طول شايلني، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري طول الزمان. هو إلهي وهو رب، شكرا مسيح في قلبي. هو إلهي مسيح في قلبي. ليه كل يلا رنمها أحلى أحلى ترنيمة، روح المعزي ملكاني أحلى ترنيمة، روح المعزي ملكاني. المسيح يضلي وزي ضلي، مش بيفارقني معايا تملي، مسيح يضلي وزي ضلي مش بيفارقني معايا شايلني، شايلني وشايل شايلني، شايلني وشايل شلتي كمان ودبر أمري. مين يرفع ايده قول معايا، معايا مسيح معايا هو حماية ماشي قدامي. هللويا مسيح معايا هو حماية ماشي قدامي. ايه كمان؟ وعن يميني عن يميني وعن يميني وعن يساري بيحارب عني سر انتصاري. المسيح يخلي وزي ظلي مش بيفارقني، شكرا يا رب. مسيح يخلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان طول الزمان، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري طول الزمان. مسيح معايا وكمان جوايا، طب حوط بيا مصدر. ايوه قول تاني، مسيح معايا طب حوط بيا مصدر عزايا، أعظم عطية كنز العطايا، يا فرحة قلبي الله جوايا. أعظم عطية يا فرحة قلبي الله جوايا. مسيح يضلي وزي ضلي مش بيفارقني، هللويا مسيح يضلي مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر أمري. ارفع ايدك قول شايلني شلتي كمان ومدبر أمري طول الزمان. نعمتك شالتني من وسط قصوري، أيوة إيديك حمتني أنت ليا صوري. مش متروك لوحدي لظروفي أموري، أنت بديت معايا أقف معايا ورنم تاني عن النعمة. نعمتك هنية، نعمتك عظيمة ياللي راضي بيا، إيدك بتحاوطني فرحني. مدي نعمتك شالتني، نعمتك شالتني، ايوه ايديك حمتني.
لي صوري مش مطلوب لوحدي ابدا ابدا انت بديت معايا هتكمل يا نوري نعمتك تاني نعمتك عظيمه يلي راضي بيا ايدك بتحاوطني انت اللي مفرحني مدين الترنيمه نعمتك بتقبل واداني صليبك كنت بعيد لي وحدي ولقيت نفسي محمي متشل جوا عينك انا مديون للنعمه قول تاني انا مديون للنعمه انا مديون للنعمه انا مديون لصليبك نعمتك غاليه يلي راضي بيا واديت ليا قيمة ايدك بتحاوطني انت اللي مفرحني مديني نعمته تخلص نعمتك تخلص نعمتك تبرر انك انت تحرر وده مش حاجة مني هنعمل ايه انك هتباركني تاني تاني اعلن من قلبك انك هتباركني اكتر مما تصور نعمتك غالية هللويا اللي راضي بيا واديت ليا قيمة ايدك بتحاوطني انت اللي مفرحني نفسي نقولها بصوت عالي شالتني نعمتك شالتني وسط قصوري ايوه ايديك حمدني انت ليا صوري مش مطروق لوحدي في ظروفي واموري انت بديت معايا هتكمل يا نوري نعمتك غالية نعم يلي راضي بيا واديت ليا قيمة ايدك بتحاوطني انت اللي مفرحني ومديني الترنيمة هاليلويا لان نعمته عملت ايه شالتنا شالتنا امتى واحنا حلوين اسمعوا برضو المزمور اللي جرناه معه انا في الرحب ولا في الضيق في الرحب هتلاقوا كله معاك وكله في كتفك لكن إلهي معه أنا في الضيق حتى لو ضاقت بيك ارفع عينك للرب لأن الرب يشيلك عارفين يقول عنه كتاب المقيم المسكين من التراب الرافع البائس من البزبلة أنا بيعجبني خالص المرنم لما في مزمور 145 قال كده عن الرب أنه عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنيين أعين الكل إياه تعمل إيه عارف لو انت لسه ساقط يبقى عينك راحت من عليه لو ثبت نظرك عليه هيرفعك ورفعه لانه عرف اسمي يا رب النهارده تروح لاسمه طب اسمه مكتوب عنه ايه يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله ما تقولش معنا قول معي عمانوئيل الذي تفسيره الله ضاقت ازمت احنا لينا واحد اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله الله معنا الله معنا في كل الضيقات الله معنا في كل الأزمات يعرف يشيلنا يعرف يرفعنا لأنه إله أمين لا يتغير أبدا أبدا في ترنيمة حلوة بقول كده كل مرة بشوف إيديك قوية وضعيفة لا إلهي مش ضعيف قوية وقديرة سلطانك ملهوش حدود وحلولك وحلولك كثيرة تعالوا نرنمها سوا كل مرة بشوف إيديك قوية وقديرة سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة مرة تمشيني عالمي وعليا عليك وان عليت الموج عليا تمسكني ايديك مرة تمشيني عالمية وعليا عليك وان عليت الموج علي تمسكني ايديك وان عليت الموج علي تمسكني ايديك كل ما
مرة شوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملوش حدود، رنم عن ايده القديرة كل مرة شوف ايديك، سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة، مرة تشق البحر قصاد على ارضه تمشي، وفرعون ومركبات يغرقوا تعتيه، مرة تشق البحر قصاد على ارضه تمشي، فرعون ومركبات يغرقوا تعديني، وفرعون ومركبات يغرقوا تعديني، كل مرة بشوف ايديك هللويا سلطانك ملوش حدود، كل مرة ايوه كل مرة بشوف ايديك مرة تمشيني في النار ولاقيك عن يمين، ونبوخذ نصر يحتار ازاي بتناجين، مرة تمشيني في النار ولاقيك عن يمين، ونبوخذ نصر يحتار ازاي بتناجيني، ونبوخذ نصر يحتار ازاي بتناجيني، كل مرة بشوف ايديك سلطانك ملوش حدود وحلولك، كل مرة كل مرة بشوف ايديك سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة، مرة قلت انك ناي في سفينة الحياة، رد البحر وريح العاصف ده هو الإله، مرة قلت انك ناي في سفينة الحياة، رد البحر وريح العاصف ده هو الإله، رد البحر وريح العاصف ده هو الإله، كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، قولها بصوت عالي قدير، كل مرة بشوف ايديك سلطانك ملوش حدود، إله غني إله غني، مرة تسد الدهن تسيد ديون السنين، ومليت كل فراغ في البيت وخيرك عايشين، مرة تسد الدهن تسيد ديون السنين، ومليت كل فراغ في البيت وخيرك عايشين، ومليت كل فراغ في البيت وبخيرك، يلا بإيدك سقف قول كل مرة بشوف إيديك هللويا وحلولك كتيرة، كل مرة بشوف ايديك سلطانك ملوش حدود وحلولك كتيرة، مرة ابليس يشهد انك زيك حوالي ويحاولين كل ما املك وكل ما لي، مرة ابليس يشهد انك زيك حواليا ويحاولين كل ما املك وكل ما لي، كل ما ليا كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، كل مرة كل مرة بشوف ايديك قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كتيرة، حلوله كتيرة، حلوله ايه؟ ليه في الموت كم مخرج؟ ليه في الموت مخارج؟ بس انت صدق فيه. خلينا مع الترنيمة الختامية نقدم عطيانا للرب واحنا بنقول للرب الكلمات الحلوة دي. الترنيمة اللي جاية فيها اعلان من جواك تقدر تقوله، ما تخافشي في وعودي ليك انا ما ارجعش، اوعى تنسى ان معاك طول اليوم عيني بترعاك، نقشتك يا ابني على كفي علشان كده يا ابني ما تخافش. لو انت جاي خايف في اله يطمنك النهارده، بس مش هيطمنك يوم واثنين وثلاثه، لا هيطمنك طول السنين زي ما كنا بنرنم، هو امس واليوم والى الابد. ما تخافش ما تخافش في وعودي ليك انا ما رجعش، في وعودي ليك انا ما رجعش،
تنسى إني معاك طول اليوم. يلا مع بعض. اوعى تنسى إني معاك طول اليوم، عيني بتراك ناقشتك يا ابني على كفي، علشان كده يا ابني ما تخافش ناقشتك، علشان كده يا ابني ما تخافش ما تخافش ما تخافش في وعودي ليك انا ما رجعش، في وعودي ليك انا ما رجعش. وعدتك وعدتك يا ابني احميك وخوفك سلامي، قولها بإيمان. وعدتك وخوفك سلامي ليك، وفقافك نعمة تكفيك، وفي مرضك أنا اللي شفيك، وفقافك نعمة تكفيك، وفي مرضك أنا اللي شفيك. ما تخافش أيوة لو عودي ليك أنا ما وعودي لي أنا مرجع، أنا سندك أنا سندك وسط الأزمة، أنا رفعك أنا سندك وسط الأزمة، أنا رفعك فوق. يلا اسمع الرب يعمل معاك. هعوض عن اللي فات، ده أنا إله المستحيلات، هعوض عن اللي فات، ده أنا إله المستحيلات. ما تخافش وعودي ليك أنا مرجعش، وعودي ليك أنا مرجعش، أنا حافظك طول السنين. اوعى تنسى انا وعدي امين، قولها تاني. انا حافظك طول السنين، اوعى تنسى انا وعدي امين، هنجيك من قلب النار، هعديك هنجيك من قلب النار، هعديك كل أسوار. ما تخافش ما تخافش في وعودي لي أنا ما رجعش، في وعودي لي أنا. يلا آخر عدد نقوله مع بعض. وقت خوفك أنا وياك، وفي ظروفك مش هنساك، وقت خوفك أنا وياك، وفي ظروفك مش هنساك. فعالم مليان أشرار، ده إلهك إله جبار، فعالم مليان أشرار، إلهك إله. ارفع ايدك قول معاك. ما تخافش في وعودي لي أنا مرجعش، وعودي لي أنا مرجعش. آمين. شكرا للرب اللي استحق كل المجد وكل التقدير. إله أمانة لجور فيك البتة، زي ما رنمنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، زي آخر ترنيمه أنا سندك وسط الأزمات، أنا رفعك فوق الضيقات. ورنا المزمور بيقول معه أنا في الضيق أنقذه ومجده، ومن طول الأيام أشبعه وري خلاصي. ده لهنا اللي بنعبده، اللي وعده لينا أنا معكم كل الأيام.
تتغير الأيام، تتغير الظروف، يتغير الاقتصاد، لكن يبقى الرب هو أمينا لها كل السيادة ولها كل السلطان، هو اللي حافظ أولاده وحافظ كنيسته. عشان كده مفيش حاجة تزعجنا ولا حاجة ترعبنا، لأن الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها عند إقبال الصبح. إن كنا في رعب، في مخاوف، العالم مضطرب، العالم منقلبا منقلبا منقلبا، لكن مصر محفوظة بقوة اسم يسوع، بصلاة الكنيسة وصلاة المؤمنين، زي ما قررنا إنما إليك لا يقرب، إنما إليك لا يقرب. دي صلاتنا ودي توجهاتنا، وإحنا واثقين في إيد الرب إن الرب يقول كلمته ويحقق مشيئته الصالحة في العالم كله، ليعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. يفتح عيون عمياء، يفتح أذان صماء، يحول القلوب الحجرية إلى قلوب لحمية، عشان الرب قرب يجي. عشان كده عايزين نصرخ صرخات كتير قوي الأيام اللي جاية لأجل العالم أجمع وبيتك وعيلتك وكنيستك، لأنه خلاص قريبا جدا سوف يأتي الآتي ولا يبطئ. ذكرت اجتماعاتنا حد وثلاث وخميس الساعة 7:30 ابتداء مشيئة الرب من أول الشهر، هيبقى الثلاث والخميس الساعة 7، الثلاث والخميس الساعة 7، لكن الحد قائم كما هو، هيبقى الساعة 7:30. عندنا اجتماعات الحكمة يوم الاثنين الساعة 10، اجتماع السيدات يوم الأربعاء الساعة 6، يوم الجمعة يوم مليان بالاجتماعات، مدارس الأحد واجتماع الأسرة واجتماع ثانوي واجتماع جامعة واجتماع خريجين، وعندنا عولية الصلاة الجمعة من 8 إلى 10 صباحا، والسبت من الساعة 7 إلى 9 مساء. خلينا نقف نصلي قبل نسمع كلمة الرب، ونقدم شكر الملك الملوك ورب الأرباب اللي استحق كل المجد وكل التقدير على أمانته على محبته بيها. النهاردة نقدر نقول ننصب حجر معونة ونقول إلى هنا أعاننا الرب، كيف يا رب أعنت ملكوة له وخلصت زراعة لا عز لها. نشكرك لأجل معاملاتك، نشكرك لأجل محبتك، إله أمانة لا جور فيك البتة، تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. رب جاي لك النهاردة وإحنا بنقول لك مع كاتب مزمور: من تعلق بي ونجيه ورفعه لأنه عرف اسمي. زيارة لبيوتنا في هذه الأيام يا رب، طمن قلوبنا، طمن قلوبنا، هدي كل انزعاج، كل توتر، كل مخاف جوانا. رب أنت الوحيد اللي وعدك لينا: سلامي أنا أعطيكم، سلامي أتركه لكم، ليس كما يعطي العالم لكن أعطيكم أنا. بشكرك لك لسلامك اللي مالي قلوبنا ومطمننا في هذه الأيام. شكرا أنه في خير ورحمة يتبعننا كل أيام حياتنا. كان كثيرين في هذه الأيام يقول: من يرينا خيرا؟ لكن أقول لك: أنر علينا نور وجهك يا رب، لأنك أنت الخير وإحنا عايشين فيه، لأنك مؤتي الأغاني في ليلي وأحزاني، يا ضامن سلامي يا يسوع رعايا. اعلن عن ذاتك في هذه الأيام يا رب، اوصل لكل حد تعبان، لكل حد مريض، كل حد منتظر استجابة صلاة في هذه الأيام يا رب. صرخة من الأعماق يا رب، صرخة من الأعماق، نقول لك كلنا ككنيسة وشعب بروح واحد: ارحمنا يا الله في هذه الأيام، افتقدنا بمراحم يا رب، افتقدنا بمراحم يا رب. اعطي جمالا عودا عن الرماد، اعطي دهن وفرح عودا عن كل نوح، لبسنا رداء تسبيح عودا عن كل روح يائسة يا رب. يا رب عود وحية تاني في هذه الأيام، ارفع عينينا على المدينة السماوية اللي صنيعها وبرئها شخص ربنا يسوع المسيح يا رب. املأنا من جمالك، وملانا من برك، وملانا من قدستك يا رب، واسترد كل اللي سلبوا العالم والعدو مننا الأيام اللي عدت. ترجع بيوتنا تبقى ليك، وأولادنا وبناتنا يبقى ليك الأيام اللي جاية في اسم الرب يسوع. بيوتنا تبقى بيوت صلاة، بيوت تسبيح، بيوت ترنيم، يطلع منها أصوات الحمد والتسبيح، صوت وترنم وخلاص في خيام الصديقين يا رب. منتظرينك يا رب، منتظرك في ابنك من يكلمنا برسالة حياة الأبدية. يعطي له كلام عند افتتاح الفم حتى يتم فيه المكتوب: كان تكلم أحد فأقوال الله
وإن كان يخدم أحد من قوة يمنحها الله، امنح عبدك قوة في هذه الليلة يا رب. جاوب على تساؤلات قلوبنا من خلال كلمتك الحية فعالة الأمضى من كل سيف في مسيح الدين. نشكرك لأنك بتسمع واستجيب، واسمعنا يا رب لما نقول لك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. من دواعي سرورنا أن يكون معنا رجل الله المبارك أخونا الأسيس رائف عزب، هو غنى التعريف، هو أخو الأخ الغالي برضو على قلوبنا الأخ سمير عزيز اللي بيخدم فستين هنا وجميع خلص النفوس. نصلي في قلوبنا أن الرب يديله كلمة عند افتتاح الفم. مبارك اسم الرب. مش عارف بقول هي مية المنيا، انتوا ملاحظين مية المنيا بتخلي كده أصوات الشباب المبارك؟ هي مية المنيا. سعيد جدا أكون معاكم، مكان غالي على قلبي، وبشكركم أن انتوا بتشرفوني أشارك معاكم بكلمة الله. صلوا من أجلي. جاي من مؤتمر في هولندا كان سما على الأرض، والرب دانا 17 واحد، مش عايز أقول من هم بالضبط، لكن جم من بلوعة الفساد، جايين من إدمان مخدرات، جايين من هروين، جايين من مشاكل جنسية، و17 اتعمدوا ربنا، فرح قلبي قوي قوي بالثمر. كان عندنا مؤتمر في أسيوط من خلص امبارح للخدام الجمال الحلوين الموجودين في قرى مصر، الأبطال اللي في قرى مصر، فأنا بقول عنهم أبطال. أنا عارف أنهم بيعانوا كتير والكنيسة بتعاني كتير، لكن الرب إدهم قرارات أنه الرؤية ترجع ليهم تاني، وروح القدس ينفخ في الفتيلة اللي بدت تدخن، والرب يفتقد الكنيسة ويعود ويحيي الكنيسة في صعيد مصر. بكل قلبي بصلي من أجل غزة، بصلي من أجل المشاكل اللي هناك، بصلي من أجل الخراب الموجود والموت الموجود، وبصلي من أجل عالمنا المضطرب. بصلي رب يدي حكمة للأمريكان إن هم يبصوا على المسيح العظيم رئيس السلام اللي على أساسه أمريكا ثبتت. فأنا بصلي إن ربنا يسود بسلامه على أرضنا وعلى مصر، ورئيس السيسي الرجل الجميل، وأنا بقول بفخر هذا الرجل المبارك اللي ربنا جابه عشان كنيستنا، الكنيسة تكون صالد، كنيسة تكون قوية. فأنا بشكر ربنا، نصلي من أجله أن رب يديله قرارات حكيمة. أنا عارف الظروف الاقتصادية صعبة، أنا عارف، لكن إلهنا اللي رنم عنه الشاب الجميل اللي حبيته أول ما شفته، إلهنا يعتني بأولاده في مصر والغلا في كل الأرض، بس لينا إله عظيم يعتني، هو اللي ماسك بزمام الأمر، هو اللي ليه الكلمة الأخيرة. أمين أمين. متشجعين؟ فرحانين بالرب؟ صحيين ولا نايمين؟ حلو قوي. أنا ما بتفرقش معايا حد يقول هللويا، ما بتفرقش معايا، لو حد حب يقول مجدا يقول هللويا، أنا بحب المجدا والهللويا. أمين. أنا هشارك معاكم موضوع مهم قوي. أنا عارف أنه بعد ما وصلنا رسالة جميلة بالصلاة بالتسبيح عن إلهنا اللي سندنا، أنا هقول لكم اللي أنا فيه. أنا مش وعيز على فكرة، أو حد يفكر أنا بتاع وعظ، أنا بتكلم من القلب للقلب، ده طبيعتي. أنا بشارك الرب بيشارك بيه معايا، حب أشارك بيه مع أخواتي، فأنا أشارك معكم رجال وسيدات، وأنا بصلي ربنا يدينا قرارات، الليلة يدينا قرارات. بحيي وبرحب بكل إخواتي وحبايبي في قناة الكرمة الفضائية، الشباب الجميل اللي بحبهم من كل قلبي، الرجالة والسيدات الأفاضل، صامويل بنصلي من أجلك، ربي باركك. بصلي من أجل كل اللي بيسمعونا في كل الأرض، ناس كتير بتسمع كلمة الإنجيل. أمين. يا رب من كل القلب بشكرك، بعظمك، بمجدك،
شكرك لأنك موجود في المكان يا رب. مش ممكن أبدا بعد إعلان مجدك وبعد عينينا ما شافت جلالك بقوتك بسلطانك بخلاصك بفدائك بصليبك بإعانتك بتجديدك بتعضيدك ننكر وجودك يا رب. فإحنا بنعظم جلالك، بنعظم جلالك. بصلي من أجل الأرض اللي إبليس بيرمي سهام عليها يا رب. بصلي من أجل الحروب، تعال بسلامك يا رب. بصلي من أجل الناس اللي بتفقد ذويها، إذا كانوا أزواج، إذا كانوا زوجات، إذا كانوا أطفال، في اسم الرب يسوع تعال بسلام على أراضينا يا رب. تعال بسلام على أراضينا يا رب. يا رب إدي كده، إدي روح تعزية، إدي روح سندة، وإدي حكمة للمسؤولين يا رب. إدي حكمة للمسؤولين يا رب، علشان سلامك يسود على أراضينا يا رب. لتكن أقوال فمي وفكرة قلبي مرضية أمامك يا رب، صخرتي وولي. آمين آمين. خليني أنا هقول لكم إيه الفكرة اللي روح القدس حطها في قلبي. حاولت أغير الاتجاه ما قدرتش وأنا قاعد. ناس كتير حيرانة، والعدد الجميل اللي فيه رئيس السلام يا إله السلام، ناس كتيرة تعبانين، ناس كتير موجوعين، وناس كتير حيارة، وناس وسطينا النهاردة في المكان أو بيسمعونا بتصارع عشان توصل لقرار، إذا كان قرار لبيتك، إذا كان قرار لعيالك، إذا كان قرار في شغلك، إذا كان قرار في ظروف الاحتياج اللي احنا بنمر بيها والظروف الاقتصادية الصعبة، إذا كان قرار في توبتك ورجوعك، بتصارع. واحنا بنرنم بنتكلم على الله اللي ماسك بزمام الأمور. أرضنا، أرضنا تحكمها إرادة الله الحاسمة، ما فيهاش نقاش. يعني ما نقدرش نتناقش ونقول هل ربنا بيسمح بده بيسمح بده بيسمح بده بيسمح بده، لكن أنا بقول الله هو شايف الأمر، هو شايفه. أقول لكم قصة مضحكة شوية، إن الله ماسك بزمام الأمور. أنا ليا في أمريكا 36 سنة، ولا مرة ولا مرة كنت برا أمريكا وأنا راجع، ولا مرة حد يفتح لي الشنطة بتاعتي، ولا مرة ولا مرة. بعدين من حوالي 7-8 سنين، لا 12 سنة يمكن، 12 سنة أنا راجع مطار نيوجيرسي، ولقيت الأخ واقف وأنا طالع بالشنط، وقال لي شاور لي، وقال لي لو سمحت عايز أفتح الشنط. فأنا قلت له اشمعنى؟ ليه يعني؟ قلت له أنا أفتح ما فيش ولا مرة أجيب حاجة ممنوعة، ولا مرة، فأنت بتفتح لي الشنط ليه؟ قال لي كده ماشي. ففتح الشنطة الأولانية مليانة اللبس بتاعي، كنت بصور برنامج في فنلندا، فمليانة اللبس بتاعي وقمصاني وكرافتاتي والدنيا دي. وبعدين قفلها، وبعدين فتح الشنطة التانية، طلعت مش بتاعتي، مش شنطتي، أنا جبت شنطة غلط. أنا خدت الشنطة زي شنطتي، والشنطة التانية كان فيها حاجات لبنتي الكبيرة، كانت يعني حامل وهتجيب بيبي، فعايزة تجيب حاجات من مصر عشان تعمل بيها أسبوع، فأنا مليها بالحاجات دي. ففتح الشنطة طلعت مش بتاعتي، فأنا بقوله دي مش شنطتي. قال لي عارف ليه أنا طلبت منك أفتح الشنطة؟ قال لي أنا مؤمن، وأن الرب شاور لي أن أنا أفتح شنطتك علشان ما تروحش البيت معك شنطة غلط وبنتك تزعل منك. يتحكم، لا السقفة دي ليه هو، لأنه هو يتحكم في زمام الأمور. لما حاجة غلط تحصل معاك اوعى تزعل، لما ظروف صعبة تواجهك اوعى تفكر ربنا مش واخد باله، لما تدخل في ضيقة أو زنقة اوعى تفكر ان ربنا هواش يعني مد انتباه ليك اطلاق. هو عارف الصح فين، هو عارف الحقيقة فين،
هو عارف ودانا رمية 8:28 ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعونا حسب قصده. هلا معكم عددين في كلمة الله، وهتفاجئوا أن إحنا هنفكر مع بعض بشوية منطقية وعقلية ربنا عايز يقول لنا إيه. في آية بحبها قوي قوي من الآيات الجميلة اللي الرب شغال بها عليا اليومين دول، يعني شغال عليا. فالآية موجودة في أشعياء 30 في عدد 21، محفوظة لنا كلنا، أشعياء 30 عدد 21. فالآية بتقول إيه؟ كلام جميل، بيقول وأذناك تسمعان كلمة، لا أنت حافظنا، وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. يمكن اليومين دول أنت مترنح، عارف مترنح يعني إيه؟ مش عارف تتظبط، رايح شمال ورايح يمين، تعبان، مش عارف تاخد قرار خالص، في كلمة خلفك، في كلمة خلفك، في كلمة من إله بيحب ولك هذه الطريق اسلكوا فيها. فايتين جمال قوي قالهم الرسول بولس بالروح في رومية 12 أول عددين، حلوين قوي، بيقول فأطلبه إليكم. أنا سريع عشان على بات ما تيجي الآية تكونوا أنتوا رجعتوا بالتذكرة الكلمات اللي جوه قلوبكم اللي أنتوا حافظينها. فأطلبه إليكم أيها الإخوة برأفة الله، قولوا معي قولوا معي قولوا معي، أطلبه إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. هكلمكم عن حاجة أنا معرفهاش، حلو الكلام ده، يعني حاجة أنا معرفهاش، أنا مش جاي أقولك تعرف مشيئة ربنا إزاي، أنا معرفش، وأنا ما عنديش وصفة سحرية بتقول إزاي أقولك تعرف مشيئة ربنا إزاي. ناس بتكلمك شمال، ناس بتكلمك يمين، واحد يقولها لك فوق، واحد يقولها لك تحت، واحد يقول لك حاجة والتاني يقول لك عكسها بالضبط ويقول لك دي مشيئة ربنا ليك. أنا ما عنديش ده، أنا ما أعرفش. فأنا النهاردة مش الكلام ده مش جديد عليا، أنا لي 4 سنين بصارع في نفس الحتة دي في المكان ده، وعايز أفهم، عايز أفهم من سيدي هو إيه بالضبط الطريق اللي أنا أسلكه، إيه اللي أنت عايزه من حياتي؟ مشكلة اللي جوه البيت وعمالي ارتباك، والمصايب اللي بتمر بيها بيوت مؤمنين وملخبطين وبياخدوا قرارات العالم، قرارات فاسدة، بيوت مش خدوا قرارات دمرت البيت لكن البيت متدمر من جوه والبيت مقسوم من جوه، هو في حتة وهي في حتة والعيال في حتة، مشاكل بتواجه شغلك ونفسك تعرف فكر ربنا، عايز تسمع صوته، مشاكل بتواجه قرارات انك تروح من مكان لمكان، تسيب شبرا الجميلة دي وتروح حتة تانية، حب شبرا، أو قرارات تلمس أمور كبيرة إنك تسيب مصر وتروح مكان تاني، يا رب لأ، يا رب تقعدوا في مصر. على فكرة أنا سيب أمريكا وراجع لمصر، يا علم ربنا صدقوني أنا سيب أمريكا وراجع لمصر، فإلا رحبوا بيا عشان أكون معاكم كتير. لأ مش رحبوا بيا، سقفوا، رحبوا بيا أنكم تستقبلوني، نسقف لربنا بس ولا يستحق السقف. ففي قرارات في حياتنا إزاي أفهم من خلالها أنا على فين، أنا رايح فين، كيف أفهم مشيئة الله.
سمعت مليون وعظة قبل كده، مبروك عليك. أنا هقول لك اللي رب قال لي عليه. أنا هديك وصفة من الوصفات الجميلة اللي روح القدس استخدمها معايا. إزاي أفهم فكر ربنا؟ القرار اللي أنا حيران منه في المرض. في ناس بتمر بمعاناة مرضية عمال يسأله ربنا، هي إيه حكمتك؟ هي إيه مشيئتك؟ هو ده ليه بيحصل؟ نسمع عن أمراض خطيرة وبنعاني كأباء وأمهات من أجل أولادنا وأبناء من أجل والدينا، وبنتساءل إزاي أفهم مشيئة ربنا؟ أنا هديكم وصفة، لو مشيت يبقى دي هتوصلك لإدراك مشيئة الله. ده اللي الرب قال لي عليه أمام ربنا، يشهد ربنا. ده اللي الرب قال لي عليه. أنا هتكلم عن أول اتجاه، المقياس لفهم مشيئة ربنا أهو. أي حاجة بر الكتاب ده يبقى خارج دائرة مشيئة ربنا. أي واحد يقول لك حاجة وأي واحدة تقول لك حاجة خارج كلمة الله تبقى دي مش مشيئة الله. فأنا هتكلم عن أربع أمور مهمة قوي، هاخد كل واحدة أقف قدامها 3-4 دقايق. إزاي أفهم مشيئة ربنا من المكتوب، من كلمة ربنا؟ أنا هاخد أربع مواقف في المكتوب بتكلموا عن مشيئة ربنا. أول واحدة فيهم قريناها من شوية، لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد، فلما تعملوا كده تعمل إيه، يحصل إيه، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني ما ينفعش أعرف مشيئة ربنا وأنا مؤمن عايش بقوانين العالم، ما تجيش. يعني ما ينفعش أعرف مشيئة ربنا وأنا عايش في منطقة مظلمة وأقول أنا مرتاح في المنطقة المظلمة وأدور على مشيئة ربنا. عشان كده الرسول قال لا تشكلوا هذا الظهر. إحنا مقاييس مختلفة، إحنا في مكان مختلف، إحنا أولاد الله، فأولاد الله يتعاملوا مع الله في النور، ما ينفعش أتعامل مع الله في الظلمة. واحد عايش بقوانين العالم، الميراث بقوانين العالم، الشراء والبيع بقوانين العالم، فهمني أنتوا مش كده ولا أنا بقول كلام؟ الشراء والبيع بقوانين العالم، اللف والدوران بقوانين العالم، النفاق بقوانين العالم، التعاملات التجارية كلها متلخبطة بقوانين العالم. بعدين أقعد أصلي يا رب وريني مشيئتك، يقول لك يا ولد اتظبط الأول عشان أعرف أكلمك. اتظبط. لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. هقول حاجة تانية، رسالة تسالونيكي فيها شغل كتير قوي، الرسالة الأولى والثانية، بس أنا هاخد كم آية أشجعكم بيهم. أنا مش هتكلم وقت طويل، أحاول يعني يا رب أقدر، أنا عارف عندنا التزام بالوقت. تسالونيكي الأولى 5 عدد 18، هاخد كم حاجة ورا بعض. تسالونيكي الأولى 5 عدد 18، الروح القدس بيتكلم عن حاجة مهمة قوي لإدراك مشيئة الله. زي ما اتفقت معاكم انا مش هقول لك مشيئه ربنا ليك ايه، انا ما اعرفهاش، بس انا عارف ان الافكار التي هو مفتكر بها عني وعنك هي افكار سلام لا شر، ليعطيني اخر ورجع. ما عنديش نقاش، افكار كلها حلوه، بس اللخبطه اللي انت فيها او اللخبطه اللي انا فيها الروح القدس بيحط ليها كده كلمة هربة بالعربي بس جاية بالإنجليزي، بيديني guidelines، بيديني طريق، بيديني المانيو، يديني يقول لي خلي بالك لو عشت كده وكده وكده هتعرف تسمعني، لو ما عشتش كده مش تسمعني، يعني لو عشت شكل هذا الظهر مش تسمعني. الكلام الجميل ده الرسول بولس بيقول اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع لأجلكم. إزاي أفهم ربنا وأنا دايماً متمرد؟ إزاي أفهم ربنا وأنا دايماً بشكي؟
ازاي اسمع صوت ربنا وانا حياتي كلها شكوى وجع، كلام مليان بالسلبية؟ ازاي افهم ربنا؟ ازاي ربنا يكلمني؟ ازاي ربنا يكلمني وانا مش عارف امتن لي وبأشكره وانا فرحان بكل حاجة؟ الشكر والفرح by the way، الشكر هو لغة سرور، الشكر واحد ممتن لربنا. فانا وانا فرحان وانا بشكر ربنا بسرعة يكلمني، اسأله يكلمني. طب لو انا رافض كل حاجة ولك انا عايز افهم مشيئة ربنا، طب تفهمها ازاي وانت غضبان من ربنا وغضبان من الظروف وغضبان من العيال وغضبان من الناس وغضبان من الغلا وغضبان من مش عارف ايه وغضبان من المونوريل الموجود وغضبان مش عارف كل الحاجات دي انت غضبان منها، فانت غضبان من كل حاجة. واقعد اصلي يا رب يا رب عايز افهم مشيئتك، يقول لي يا ابني اهدى شوية واشكر عشان اعرف اكلمك، امتن عشان اعرف اكلمك. فاهمين اللي انا بقول؟ واخدين بالكم معايا؟ انا بتكلم ببساطه الكلمه. مرات كتير قوي قوي ابقى عايز افهم مشيئه ربنا، اروح للاسس اسالهم والاخوه المتقدمين اسالهم، قول لي مشيئه ربنا ايه يا عم؟ طب انت عايش مظبوط ولا مش مظبوط عشان تسمعها؟ انت عايش مظبوط ولا لا؟ انت عايش في العالم بلخبطه العالم وعايز تسمع مشيئه ربنا وتعرف مشيئه ربنا؟ انت مش عارف تشكر ولا عارف تفرح وعايز دور على مشيئة ربنا. الرسول قال اشكروا في كل شيء لان دي مشيئة ربنا. رب يسوع لكل المجد عايش لغة الشكر والتسبيح. لما نقرأ في عبرانيين 12 مثلا، هدي مثال واحد بس، عبرانيين 12 في بداية الأصحاح الجميل ده بعد ما اتكلم عن سحابة الشهود في عبرانيين 11، بدأ في عبرانيين 12 يتكلم عنه رئيس الإيمان ومكمله، رئيس السلام وإله السلام ومانح السلام. وبعدين قال عنه حاجة جميلة جدا، قال من أجل السرور الموضوع أمامه. يعني إيه السرور موضوع أمامه؟ يعني إيه السرور؟ يعني إيه السرور؟ سرور يعني شكر على فكرة، سرور يعني امتنان، يعني أنا فرحان بسيدي، يعني أنا بشكر ربنا بالكتيرة، أنا بشكر بالقليلة، أنا بشكر في الظروف الصعبة، أنا بشكر في المرض، أنا بشكر في الصحة، أنا بشكر لما عيال يكونوا شوية بيعانوا، أنا بشكر. على فكرة في كتاب طلعته جمعية خلاص النفوس من النشر منكم اللي هو الحياة بالشكر، أو كان كتبه أخ مترجم يعني، فده من روعة الحياة بالشكر، مش فاكر بالضبط العنوان بتاعه، لكن كان الأخ ده بيقول إني لما بكون في وسط المرض ربنا ممكن يشفيني لما أشكر. كنت موجود في الهولي لاند، كنت موجود في الناصرة وبصلي من أجل الأرض دي، ربنا يمد إيده بسلام عليها. وبعدين لقيت كانت معي الأخت ليديا شديد، وبعدين أسرة من الأسر قالوا تعالى صلي مع ابننا، فلقيت بعيد عنكم عنده مرض خبيث، والمرض ضربه في خده كده، فكان خده ناحية قد كده بلا مبالغة قد كده، ودي كده دي طبيعية، شكل بشع، أسنانه كلها واقعة، والزوجة موجوعة والأم موجوعة، وهو من بيت كبير قوي في النصر، وكل الحاج كل حاجة ربنا حطها قدامي إحساس العيلة بالوجع بالألم. كل اللي الرب كلمني عنه فيلبي 4، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لما بشكر بتعلم طلباتي قدام الله. الرب يسوع كان مليان بالسرور لأنه كان شايف قدامه الكنيسة، هو كان جاي لأجل الكنيسة، هو كان قلبه رايح الكنيسة، الكنيسة التي اقتناها بدمه، الكنيسة الغالية على قلبه، فكان مليان بالسرور لأنه كان شايف قدامه الكنيسة. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب واستهان بالخزي. ما بفكر في شاب جميل نظير كل الشباب، الشباب الحلوين اللي كانوا عايشين حياة الشكر زي ميشائيل وعزاريا وحنانيا، أحب أقولهم باللغة بتاعتهم بأسمائهم، مش شدرخ وميشخ وعبد الناجي، أحب أقولهم بأسمائهم. ولاد الجمال دول كانوا عارفين إيه حياة الشكر، حياة الفرح، حتى ولو دخلوا جوه الأتون هم عارفين مشيئة الله وفاهمين مشيئة الله. لا تشاكلوا هذا الدهر، اشكروا في كل شيء. خلينا ناخد حاجة تانية بعدين نلخصهم كلهم مع بعض. حاجة خطيرة قوي، النهاردة كنت ماشي مع
شاب بتجوز من سنة وبعدين وأنا ماشي بالعربية معاه لقيت البنات الصغيرين اللي هم بتوع إعدادي وثانوي بنات زي العسل كده حلوين متقطقين افتكرت أيام زمان افتكرت حشمة زمان وخجل زمان واحترام زمان افتكرت لما كنت أبص على بنت وشي أحمر أتكسف حتى أقول لها صباح الخير وهي قريبتنا هي قريبتنا من العيلة بس ما ينفعش لقيت الدنيا ملخبطة بشوف العالم مليان بجانب من الفساد رسول بولس وهو بيتكلم في الحدث ده لكم الآية دي آية مهمة قوي في تسالونيك الأولى برضو 4:3 بيقول لأن هذه هي مشيئة الله أو إرادة الله قداستكم بعدين قال أن تمتنعوا عن الزنا إرادة الله أن أنا أعيش حياة مقدسة لما أنا أعيش حياة مقدسة أن أنا دايما أسمع صوت الجميل الرائع اللي كان موجود على جبل التطوبات هو بيتكلم بالتطوبات للناس وقدامه آلاف بيسمعوه وقال طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله عايز تشوف ربنا عايز تفهم ربنا عايز تسمع صوته عايز تعرف مشيئته عيش حياة مقدسة عيش حياة توبة مستمرة لما الدنيا تلخبط معاك لما الأمور تلخبط معاك على فكرة أنا مش بتكلم بس عن النجاسة الجنسية أو بتكلم عن النجاسة الشباب ولا الكبار ولا الصغيرين أنا بسمع حاجات تكسر قلبي في كل الأرض حاجات مرة حاجات مرة وأنا عايش حياة مش مقدسة في التعاملات بتاعتي في اللي أنا بعمله إيدي بتمتد لأمور غلط لساني بينطق بأقوال غلط وداني بتسمع حاجات غلط وعناية بتشوف حاجات غلط وأنا دخلت فيها وبعدين أقول له رب فهمني مشيئتك أقول لك يا ابني طب إزاي طب يا بنتي إزاي يعجبني الولد الجميل ده اللي اسمه يوسف سمعته ملايين العظات عن يوسف بس ما زلت أتكلم عنه علشان يوسف يعرف مشيئة الله من أجله اللي كان بيكلمه بيها وهو فتى صغير وبيقول له ان انا هخلي مش عارف الشمس والقمر ينزلوا لك واشوف مش عارف ايه يحصل ايه وحاجات جميله والولد كان بيسمعها هو مش عارف يميزها قوي قوي هل دي كانت جزء من مشيئه الله من اجله طب تيجي ازاي تيجي ازاي وهو اخواته يحسدوه تيجي ازاي ويرموه جوه بير تيجي ازاي ويبيعوه عشان يبقى عبد ويخدم في بيت فوتيفار تيجي ازاي تيجي ازاي ويتهم تهمه زور علشان يترمي جوه السجن تيجي ازاي وهو جوه السجن يحكي حلم الواحد ويقول له اذكرني قدام فرعون وهذا الشخص ينساه تيجي ازاي تيجي لانه كان شاب مقدس قال الخطيه لا رفض الخطيه ففهم مشيئه ربنا فالرب اكرم هذا الشاب يبقى ثاني لفرعون ازاي اعرف مشيئه ربنا ازاي افهمها مش هي قصه ان انت واحد يقول لك 2+2 يبقى 4 دي مشيئة ربنا 1+3 يبقى 4 دي مش فكرة مشيئة ربنا مشيئة ربنا سلوك مقدس أمام الله مشيئة ربنا حياة امتنان وشكر قدام الله مشيئة ربنا لا أشاكل هذا الظهر وأبقى موجود في ملكة الظلمة وعمال أقول ربنا يا رب أنا عايش وسط الأشرار وبسلك الأشرار عايش حياة لوط اللي كان قاعد عند أبواب سدوم وعند أسوار سدوم وأقول له يا رب أنا عايز أفهم مشيئتك طب تيجي ازاي فهمني يا مؤمنين مشكله كبيره احنا بنواجهها خليني اخد اخر ايه في تيموثاوس الاولى وبعدين اقول لكم النقطه الثانيه بسرعه وانا عايز اصلي معاكم شويه في تيموثاوس الاولى 2:4 اللي بيسمعني او لو سمع لي خدمه زمان على في اي مكان يعني أنا الرب اليومين دول حطني في حتة إن عيني ما تجيش على الحيطان حلو أوي نبقى جوا الكنيسة حلو نتعبد معا في الكنيسة حلو جسد المسيح يكون مع بعض لكن الكلام اللي قاله الروح القدس تيموثاوس
الأولى 2:4 الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الذي يريد، إرادة الله أن عينينا يا مؤمنين، عينينا يا مؤمنات، أن احنا ربنا إدانا إرسالية في الحتة اللي احنا ساكنين فيها. ربنا إداني إرسالية في العمارة اللي نسكن فيها. ربنا إداني كمؤمن إنه أنا عناية تنفتح على الشغل اللي أنا فيه وأشوف الناس محتاجة المسيح. لو أنا في قلب الرب يسوع اللي كان بيدور على الضال، اللي بيدور على البعيد، اللي بيدور على المكسور، اللي بيدور على المضطرب، اللي يدور على النجس والنجسة، اللي قال لها أنا مش هدينك، اللي كان بيدور على البشع في غناه، اللي بيدور على القاسي في تعاملاته نظير سجان فيليبي، هذا الإله اللي كان بيدور على الناس دي النهاردة بيقول للمؤمنين في مصر: يا مؤمنين عندكم إرسالية، من تاش محتاج تروح أمريكا عشان يبقى عندك إرسالية؟ من تاش محتاج لأمريكا؟ من تاش محتاج لأستراليا؟ يعلم ربنا بقول الصدق في المسيح، عارف لما تيجوا عندي هشيلكم فوق الراس، بس صدقوني يعلم ربنا في إرسالية في البيت اللي أنا فيه، في المنطقة اللي أنا فيها، في الشغل اللي أنا فيه، لأن إرادة الله ليا أني أوصل كلمة الإنجيل للناس دي، أخبط على البيبان وأقول لهم يسوع بيحبكم، أقول لهم اختبار صغير قوي اسمه كنت أعمى والآن أبصر، أمر بسيط، هم لما الرب يكلمني أقدر أسمعه وأعرف إرادته. كلمة الله. أنا خدت أمثلة بس صغيرة. خلينا ناخد دور الروح القدس في فهم مشيئة الله. نتكلم على ثلاث حاجات في غاية الخطورة. دول خطر، الثلاثة خطر. الإيجابيات أنتوا دوروا عليها. بس أنا أتكلم على الحاجات خطر. الروح القدس هو اللي بيهمس في أذهاننا، الروح القدس هو اللي بيأتي بأخبار السماء لينا، الروح القدس هو اللي بيخبرنا بيقول لنا ربنا عايز يقول لنا إيه، الروح القدس هو الساكن بداخلنا، الروح القدس هو البوصلة الروحية في حياة المؤمنين، الروح القدس اللي ما بنتكلمش عنه كتير، الروح القدس هو اللي الله، الروح القدس اللي الابن المبارك قال الروح القدس جاي علشان يديكم هداية وطريق، الروح القدس هو رأس الكنيسة دي ورأس الجماعة دي، الروح القدس هو السيد، الروح القدس هو المدبر، الروح القدس هو رئيس مجلس إدارة الجمعية، الروح القدس هو رئيس مجلس إدارة الكنيسة، الروح القدس هو اللي بيقول، الروح القدس اللي كانت الكنيسة بتقول وقال الروح القدس. هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه. ثلاث أمور خطيرة وفي غاية الخطورة. أول أمر بس هقف قدامه بسرعة، ودي ده حاجة للخدام الموجودين في الاجتماع، هرجع تاني تسالونيك الأولى 5. رسول بولس راح قال تعبير كده جميل قوي قوي في العدد ده، تسالونيك الأولى 5 عدد 19، قال لا تطفئوا الروح. يعني إيه لا تطفئوا الروح؟ خلينا ناخد الثلاثة مع بعض. قال لا تطفئوا الروح في تسالونيك الأولى 5:19، وقال لا تحزنوا الروح في أفسس 4، وفي أعمال 5 قال لا تكذبوا على الروح. هذه الثلاثة مع بعض. إزاي أفهم مشيئة ربنا وأنا الروح القدس جوايا مطفي؟ يعني إيه الروح القدس مطفي؟ أنا حطها في جملة جميلة جدا وحلوة قوي قوي، علمها الروح القدس، إن أنا ربنا عايزني أعمل حاجة وأنا رافض أعملها في الأمور الروحية. يعني أنا لا أريد أن أفعل ما يريد الروح القدس أن أفعله، اللي هو إيه؟ مواهب الروح القدس. ربنا عايز ناجح يبقى كذا، ربنا عايز رأف يبقى كذا، عايز جورج يبقى كذا، عايز إستر تبقى كذا، عايز كل واحد كذا، وأنا عايز دورك في الجماعة وسط الجماعة إنك تبني هذا الجسد، شغلانتك تبني هذا الجسد، مش حاجة يعني ما شاء الله ليا أنا يتحط تحتي 100 خط، أنا المرنم، أنا الواعظ، أنا الكبير، أنا المعلم، أنا إطلاق. ربنا بيحط إذا كان في واعظ بيقدم بكلمة
الوعظ والحث للجماعة أو يعلم، ففي واحد تاني من الأعوان. عارفين يعني إيه أعوان؟ عارفين يعني إيه أعوان؟ أعوان أعوان يعني بيقوم يمسح البنوكة، يمسح البنوكة وينظف الطرقة قبل ما إحنا نيجي. من الأعوان يعني شخص في الخفاء. فربنا حط الروح القدس، قال في كورنثوس الأولى 12، قال إنه كما يشاء كما يريد الروح القدس. فالروح القدس حطني في الحتة دي وقال لي يا رائف أنت نافع هنا، ياسين أنت نافع هنا، يا صاد أنت نافع هنا، وأنا أقول له لا سوري أنا عايز التانية مش عايز الأولانية. أنا لا أطيع الروح القدس وعايز أفهم مشيئة الله. طب هاو كام؟ فهمني ولا مش فهمني؟ يعني أنا ربنا عايزني أبقى مصلي من أجل الجماعة، وقال لي أنت هتبقى بركة كبيرة جدا لما تصلي من أجل إخواتك. الروح القدس عايزني أكون شخص مدعم ومشجع، ويدي كده حتة حضنية كده وحط إيده على أخوه يقول له أنا بصلي من أجلك أنا بحبك قوي. وأنا رافض هذا الطريق لأن الحتة دي ما بتبانش قوي لكن على المنبر تبان. وقول له يا رب فهمني مشيئتك، كل يا ابني ما أنا قلتها لك بس أنت مش راضي بيها، مش هيسمع. لا تطفئ الروح، وإن أنا ما بخدمش ربنا ما بخليش الروح القدس ملتهب جوايا بالطريقة اللي الروح القدس يقدر يفهمني أنا نافع لجسد المسيح إزاي. وبالتالي مش بفهم الروح القدس وقعد أصلي فهمني مشيئتك، يقول طب ما أنا بكلمك وأنت مش راضي، ما أنا بقولك أنت نافع في الحتة دي وأنت مش عايز. لا تحزن الروح القدس، أفصل 4، لا تحزن الروح القدس يعني في خطية أنا وقعت فيها فالروح القدس جوايا حزن انكسر، يعني بمعنى صح يعني الفرح بتاعي ضاع، فرحتي ضاعت. لا تحزن الروح القدس يعني في أشياء الرب قال لي لا تفعلها وأنا أفعلها، قال لي عيش حياة مقدسة وأنا ما بعيشهاش، قال لي بلاش تكذب وأنا بقي لساني كله كذب، حتى في التجارة بتاعتي والأخذ والعطاء كله كذب، حتى في تعاملاتي مع أولادي بالكذب، حتى الكلام اللي بقوله لمراتي كذب. ففي خطية، عيني بقت مش مقدسة، اتولد جوايا روح من الطمع أنا محتاج أمتلك، فأنا بحزن الروح القدس لأن الروح القدس روح قناعة روح رضا جوايا. فالروح القدس حزين وأنا بقول ربنا عايز أفهم مشيئتك يا ابني. طب أنا أفهمها لك إزاي وإنت يا ولدي جواك مزعلني أنت مش بتسعدني، فأنت أكلمك إزاي؟ أعمال 5، لا تكذبوا على الروح القدس. لما حنانيا وسفيرة وقفوا، على فكرة حنانيا وسفيرة كانوا زي العسل بجد، يعني هم حلوين، هم كل القضية بتاعتهم إنه يعني عايزين يكرموا ربنا وعايزين يكرموا عمل الله. ما حدش يقول لي أسيس أنت يعني بتفلسف، لا أنا بفكر بالعقل يعني، بس الروح القدس هو اللي عارف، بس أنا بفكر في العقل. واحد قرر يدي على الأقل 50% من ممتلكاته، يعني ده وحش يعني؟ 50% من ممتلكاته وحش؟ يدي 40% وحش يعني؟ ده يعني إحنا ما بنقدرش ندي ربنا حاجة. أنا في جنوب السودان أنا بكلمكم بصدق، وأنا في جنوب السودان جه وقت العطاء. إحنا عندنا فقر في مصر، الناس فقراء والناس في صعيد مصر فقراء محتاجين، بس بقول الصدق في المسيح جنوب السودان فيها الفقر بعينه، عندهمش حاجة، بيأكلوا ورق شجر، ما بيلقوش مية يشربوها، بيدوروا على المية لمدة 5-6 ساعات على بات ما يلقوا في الغابة مية، يروحوا يلقوا حفرة محفورة في الأرض، المطرة جت فراحت ملت بالمية، دي المية اللي بيشربوها الموجودة في حفرة مليانة بالطين، ده اللي بيشربوه. والجماعة دول لما جم يجمعوا العطا قدموا التقدمة يعني، فلقيت واقفين مش زينا كده بيلفوا بالطبق، هم واحد ماسك طبق كده جميل قوي من القش معمول من البوس ولا مش عارف معمول ايه، واقف وهم يطلعوا واحد واحد
وهم بيطلعوا يتفعلوا عطا يعلم ربنا، يعلم ربنا. لو عندنا وقت اوريكم الفيديو، يعلم ربنا واحد واحد وهو بيطلع بيرقص وهو بيدي العطا. صدقوني بزغرته، عمال زغرته وانا واقف كده مليان بالخضه. هم عندهمش حاجه، هو بيقدم عمله صغيره قوي 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 من احتياجه الشديد جدا، وهو بيقدمها بزغرت وهو بيقدمها بيرقص. وبعد ما يخلصوا العطا يقفوا يعملوا حفله من الرقص والفرح عشان اكرموا الرب وعبدوا الرب بالعطاء، فرحانين وهم بيعطوا. واحنا مرات كتير بيبقى صعبان علينا قوي 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 وزعلانين قوي واحنا بنعطي. حياه الامانه، لما اعيش حياه الامانه قول له فهمني مشيئتك يفهمني مشيئتك. ازاي افهم مشيئه الله؟ كلمه الله بتقول لي اراده الله ان انا لا اشاكل هذا الظهر، اراده الله اني اعيش حياه الشكر، اراده الله ان انا اعيش حياه القداسه، اراده الله ان انا كمؤمن عينيا تنفتح على الارساليه اللي الرب ارسلني بيها. ازاي افهم مشيئه ربنا؟ لا اطفئ الروح القدس ولا احزن الروح القدس ولا اكذب على الروح القدس. خليني اخد اخر حاجتين بسرعه. المشيرين، ما تزعلوش مني اللي انا هقوله يمكن صعب شويه. المشيرين في ايه جميله قوي بحبها في الكتاب المقدس في كلمه الله. خليني اقرا الايه دي، بتكلم على القديسين اللي ربنا بيستخدمهم في حياتنا. في امثال 15 عدد 22، امثال 15 بيقول مقاصد بغير مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم. يعني أنا محتاج مشيرين، يعني أشوف قديسين أمناء أفاضل رجال ونساء. الأخت تسأل أخت فاضلة وتقول لها صلي من أجلي شجعيني، هترشدها من كلمة ربنا، تفتح الكتاب وتكلمها منه، وأنا أكلم حد من الأفاضل وأسأله. بس في مشكلة قائمة كلكم أنتوا شايفينها وأنا شايف، إن مرات كتير قوي قوي نسمع مشيرين بطريقة غلط. أنا هدي مثالين صغيرين، وأنا مش بتكلم عن 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 حد معين، طائفة معينة، ناس معينين، لأن أنا ممكن أعمل نفس الشيء فربنا بسرعة يردني. اسمع الكلام اللي قاله في مراتي ثلاثة، في مراتي ثلاثة عدد 37 بيقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. أقول لك أنت هيحصل معاك ويحصل معاك والرب لم يأمر. يعني أنا ما خدتش أمر من ربنا أقول لك، بس أنا بقول لك أنا ما خدتش أمر من سيدي، ما سألتش سيدي وأقول له أخويا ده أصلي له إزاي، أخت دي أصلي لها إزاي، فأنا بقول أمور ما هيش موجودة أصلا لأن الرب لم يأمر. وبروحوا البيت وقروا أرمية 23، أرمية 23 خلى رجلي كلها خبطت في بعض. أنا بقول الصدق في المسيح، رجلي كلها خبطت في بعض لما بيتكلم. أنا هقول لكم بس عدد واحد منه وعددين. أرمية 23 عدد 16 بيقول هكذا قال رب الجنود، لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم، فإنهم يجعلون كباطلا يتكلمون برؤى قلبهم لا عن فم الرب. يعني بيتكلم برؤية قلبه مش فم ربنا. سمعني يا مؤمنين، مركزين معايا؟ ازاي افهم مشيئه ربنا وانا حياتي كلها انساقت ورا الناس واقول له قول لي حاجه، قولي لي حاجه، قول لي حاجه، قولي لي حاجه؟ طب ما فيش صرخه للرب اقول له قول لي حاجه، كلمني فهمني. في قديسين انا اتمنى اسالهم يقولوا لي حاجه لانه يتكلموا باقوال الله، وفي ناس كتير بتقول لك مش اقوال الله. فخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. خليني اخد رابع حاجه، نفسي اصلي معاك شويه. لو كل اللي فات ده انا ما فهمتوش وصعب عليا، لو كلمه ربنا انا مش عارف اقف قدامها واقول له يا رب ازاي انت عايزني اعيش ارادتك وافهم ارادتك، اعيش ارادتك لا اشاكل هذا الظهر، اعيش ارادتك ان انا اكون شاكر وعندي امتنان لكرمك وخيرك، حفظتني اديتني حياه ورحمه، حفظتني في الحادثه اللي فاتت، حفظتني في المرض، حفظتني ايام كورونا كانت المشكله كبيره، واقمتني وباركتني، عماله تعمل معايا، انا لازم اشكر امتن وام افهمه.
أعيش حياة القداسة عشان أقدر الروح القدس يتجاوب معايا والله يكلمني. أعيش انفتاح على الإرسالية للرب الدهاني. أفهم مشيئة ربنا لما لأطفئ الروح القدس جوايا وأخدم ربنا بالموهبة اللي ادهاني حتى ولو صغير. لا أحزن الروح القدس فأتوب على الخطية اللي جوايا عشان ربنا يكلمني. لا أكذب على الروح القدس فأعيش حياة الأمانة. أعيش أمين. أبحث عن مرشدين ومشيرين يتكلموا بأقوال الله. طب لو ده كله مش عارف أفهمه، من تعوذه حكمة؟ صل قول يا رب أنا مش فاهم، يعني أنا مرتبك قوي، منزعج قوي قوي، فأنا بسألك. حياة الصلاة، أدخل للمخدع صلي. مش عارف تقعد مع ربنا وبتسأله على مشيئته، فيش وقت تتحكي معاه وتقعد كده تاخد وتدي معاه. الترانيم بتاعت زمان، معرفش، نشكر ربنا لأجل أخونا سعيد، مش هو سعيد اللي قال القعدة معاك بتغير فيا، هو اللي كتب دي. نشكر ربنا رجعنا بترنيمة من كام سنة فاتت نتكلم عن القعدة مع ربنا. كنا زمان نقول يطيب ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا ولا رخيب. كلام جميل كنا بنقوله، كنا بنتشجع لما بنتكلم عن القعدة مع ربنا. صلي، اقعد معي، حكي معاه، وهنا هتفهم مشيئة الله، تقرأ تفهم مشيئة الله. فأنا عايز أشجعك وعايز أشجعك وعايز أقول لك النهاردة، أنا ما عنديش حاجة معينة بتقول أعرف مشيئة ربنا إزاي. ما عنديش حاجة معينة، أنا ما عنديش وصفة معينة، ما فيش مخلوق يقدر يديك. ودي تعاملات شخصية بينك وبينه، بينك وبينه. لو الكون كله قال ليوسف، لو الكون كله قال ليوسف كل نصائح الأرض، ما كانش هينفع مع يوسف غير أصبع الله، أصبع ربنا بس. فأنا عايز أشجعك النهاردة، وعايز أشجعك وأقول لك إنك لو أنت حيران، في واحد بيقول كلمة خلفك، هذه الطريق اسلكوا فيها. حينما تميلون إلى اليسار، حينما تميلون إلى اليمين. تيجي ناخد دقايق نصلي، تعالوا نقف مع بعض، تعالوا نقف مع بعض. هاخد معاكم ثلاثة أربعة، تعالوا رنم معي. عايزك وانت بتصلي، لو انت مضطرب، لو انت حيران، لو انت مش عارف تاخد قرار، لو انت عمالة تسأل الناس شمال ويمين، قول للرب النهاردة، يا رب القضية انك بتتكلم بس انا مش عارف اقولك. يا رب اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريقا باطلا اهتني طريقا كاملا. لو انت حيران والامور متلخبطه قدامك، امشي في الحته دي ولا امشي في الحته دي، اقول الامر ده ولا اقول الامر ده، اعمل كده ولا ما اعملش كده، الرب النهارده بيقول لك انت غالي عليا، انت غاليه عليا، انت بنتي، انت ابني. خليني اتجاسر واقول قبل ما نرنم، لو انت بعيد عن ربنا، لو انت عايش في الخطيه، لو انت كل قصتك انك تلبس قناع وتيجي بيك جمعية كل يوم حد، لو القضية بتاعتك ان انت قدام الناس بتبارك بس جواك مفيش لغة بركة، لو انت عايش مخدوع وانت عايشة مخدوعة، رب النهاردة بيقولك انا شايف قلبك، لان عيني الله تجولان في كل الارض. He's moving، هو بيتحرك، عينيه شايفة. زمان رجل من رجال الله كان بيجي على هذا المنبر زمان، اسمه موريس جرجس، مع الرب دلوقتي، كان دايما يقول التعبير ده، يقول خلي بالك ربي وربك بيشوف نملاية سودي في ليلة سودي فوق جبل اسود. شايف، هو شايف. لو النهاردة عمالة تسأل ربنا في مشيئته وانت بعيد عنه وانت ما تعرفوش،
قل له غير قلبي، غير قلبي، غير قلبي. انت جبتني النهاردة عشان تقولي انا بحبك، انا بحبك، انا مت لاجلك. نعمتي نعمة فياضة، نعمتي نعمة غنية، نعمتي بتقبل، بتقبل البعيد، بتقبل الشريد، بتقبل النجس، بتقبل الكذاب، بتقبل المنافق، بتقبل القاسي، بتقبل العنيد، بتقبل، بتقبل اي حد، لان دم يسوع المسيح ابنه بيطهر من كل خطية. قل له طهرني عشان افهم مشيئتك، طهرني علشان اعرف اسمع صوتك، طهرني عشان الكلمة لما تكون خلفي اقدر ادركها، طهرني علشان اعرف امشي في الطريق، طهرني علشان اقول الكلام الجميل اللي سمعناه في اول اجتماع، لانه قد تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي، معه انا في الضيق انقذه أخلصه أباركه أحوط حواليه لأنه عرف اسمي. قل له غير قلبي عشان يبقى في علاقة بيني وبينك، علشان لما أجي أكلمك أقول لك يا بابا، بابا حقيقي، فترد علي وتقول لي يا ابني أنا بسمعك، يا ابني أنت غالي علي، حرتك أنا حاسس بيها، ظروفك أنا حاسس بيها، احتياجك أنا حاسس بيه، وجعك أنا حاسس بيه. ابدأ من هنا، ابدأ من الطريق الصح، قل له أنا محتاج لك، محتاج لك تغير قلبي، محتاج تغير حياتي، محتاج لك تديني القلب جديد، ما أبهج اليوم الذي أمنت فيه بالمسيح، أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح، حبي 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 لسيد المجيد، يوما فيوما سيزيد، عمر جديد، يوم سعيد، يوم اختصاصي بالوحيد. قل له غير قلبي، غير قلبي. أنا لي سنين بحضر اجتماعات بس محتاجك تغير قلبي. أنا لي سنين بقعد قدام شاشات التلفزيون بسمع وعاظ شمال وعاظ يمين، غير قلبي، غير حياتي، خليني أعيش حقيقي، خليني أعيش حقيقي، مش عايز أعيش كذبة ولا عايز أعيش نفاق، غير قلبي علشان لما أسألك تسمعني وترد عليا وأعرف مشيئتك. يا كمالي لما يبقى فيا نقص بلقى كل كمالي فيه. أشكرك يا جمالي يلي مش بتشوف سوادي، شايف بس جمالي فعليك. يا كمالي لما يبقى فيا نقص بلقى كل كمالي فيه. يا جمالي يلي مش بتشوف سوادي، شايف بس جمالي في عينيك. يسوع 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 يا حبيبي، وحط ايدك علي والمس اللمسة الشديدة. يا حبيبي أنا هو رفع إيدي، استقبل مسحة جديدة. يا حبيبي هو حط إيدك علي والمس اللمسة الشديدة. يا حبيبي أنا هو رفع إيدي، استقبل مسحة جديدة. يسوع يسوع يسوع
يسوع يرفعني لما ظهري يبقى محني وبإيديك تشفي انحناي وافضل احكي عن مراحمك وصلاحك عند عرشك كل اشتياقي يرفعني لما ظهري يبقى محني وبإيديك تشفي انحنائي وافضل احكي عن مراحمك وصلاحك عند عرشك كل اشتياقي يسوع 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 يسوع. الرب النهارده يقول لك خبر طيب استقبله منه, يقول ان فتيله خامده يمكن بقيت فتيله حياتك عامله دخانه جوه البيت منكده على عيالك منكده على مراتك, يمكن الفتيله اللي المفروض تكون بركه ونور جوه البيت بتمليانه بالصمات, يمكن في وسط الاجتماعات يمكن مع الناس. الرب النهارده مستعد ينفخ فيها نفخه جديده, رب مستعد يشعلها النهارده ويولع فيها تاني وينور فيها تاني. يمكن كلماتك اللي كان فيها رضا اللي كان فيها شكر, كلماتك اللي كان فيها فرح, بيت كلمات عاملة زي القصبة المردودة بتطلع صوت مليان بالشكوى مليان بالمرار مليان بالتمرد. هذه القصبة المردودة سيدك مش هيقصفها, هو لا يكل انه يشتغل عليك, هو لا يكل انه يفهمك فكره, هو لا يكل انه يريح قلبك المضطرب الحيران, هو لا يكل ان يقول لك المرض اللي انت بتمر بيه ما تخافش ما تخافش. انا عايز اقول لك هذا المرض, هذا المرض عايز اتمجد من خلاله فيك, هذا المرض علشان اقول لك انا امرت ليك ببركه. انا عايز اقول لك ان كل الاشياء في حياتك تعمل معا للخير. عايز اقول لك الاحتياج اللي انت بتمر بيه عايز اعلمك تسند عليا, عايز اعلمك تؤمن بيا, عايز اعلمك تصدق ان ليك ولي حي. عايز اقول لك ان اله مسحه الزيت موجود ما تغيرش, هو بيدي هو بيبارك هو بيغطي. النهارده عايز يباركك من جديد, وعايز يقول لك ان في امرا جديدا الان ينبت, الان ينبت على حياتك عشان تفهم ربنا وتفهم فكره, تبقاش حيران ومضطرب وبتروح رايح شمال يمين مع كل ريح بيخبط فيك وكل موجة بتخبط فيك. قل له النهاردة أنا مصدقك يا رب إنك حطيت إيدك عليا يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا مخلصي. بتقولي لا أهملك أنا مصدقك, بتقولي لا أتركك أنا مصدقك. اديني جسارة إيمانية النهاردة أقول زي كل القديسين هقول لهم وأنا مليان بفرح لما أقول لا أهملك ولا أتركك, لذا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بإنسان. صدقوا النهاردة عشان تفهم فكره, عشان تبقاش حيران ومضطرب. هو بيحبك وغال عليك. تعال رنم الكلمات دي مع بعض, بس قبل ما نرنمها أنا هصلي معاك وغمض عينك بس ناخد دي أنصلي. قول يا رب أنا جاي فعلا حيران النهاردة, يا رب أنا فوجئت وبغت إن الأسيس بيتكلم إزاي أفهم فكرك, إزاي أعيش إرادتك, إزاي أسمع صوتك, إزاي أكون متحقق زي ما بولس كان متحقق عندما تكلم الروح القدس إليه. يا رب أنا جاي النهاردة بقولك أنا محتاج لك برؤية جديدة, بكلمة جديدة, بمسحة جديدة, بشفاء جديد, بإيد تيجي تاني تلمسني تاني وتباركني تاني وتتعامل معايا تاني وترفعني تاني وتحوط حواليا تاني وتطبطب عليا تاني وتقولي انت غالي في عينيا رغم اللي انت عايش فيه. انا مش شايف فيك حتى عيبة واحدة لان انت غالي في عينين ربنا. اخجل من اللي بيعمله معاك وقوله انا بشكرك يا سيدي, انا بشكرك
لأنك هتعمل معايا أمرا جديدا جاي على حياتي وجاي على بيتي، جاي على أولادي، جاي على مراتي، جاي على زوجي، جاي على أبويا وأمي، جاي على الناس اللي حواليا. خليني نور في المكان اللي أنا فيه علشان أقدر أفهم وأسمع صوتك. مبارك اسم الرب. أمين. يا أبو قلب طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي يا ابو قلبي طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي منحتني حياة ورحمة حفظت عينيك روحي ليك لمستني بكل نعمة شددت فيا الباقي ليك منحتني حياة ورحمة حفظت عينيك لمستني بكل نعمة شددت قلبي الباقي ليك يا أبو قلبي طيب يا غني بالرحمة جيت كللتني ومسحت دموعي بكيت معي ومسحت دموعي وما اكتفيت بكيت معي حملتني حملت عمري بالخير وياما احتملتني شهد ماضية إنك رعية وعبرت بيا على من كبير حملتني.